ألف مبروك للأخت مريم من مصر، بطبيعة الحال ألف مبروك لها، أكيد أنها فرحتني وغادي تفرحكم تانتوما، وبغاتكم تدعيو معها، يعني الدعوات ديالكم لها بثبات الحمل، لأن عندها مشاكل صحية، فحاولوا أنكم تدعيو لها بثبات الحمل إن شاء الله، ويا ربي تشوف الجنين ديالها وهو في صحة جيدة. بطبيعة الحال السيدات اللي عندهم أمراض مزمنة مثل هذه الأخت، هذه عندها مرض السكري، فأكيد أنها غادي تبقى مقلقة على الحمل ديالها، وغادي تبقى متوترة، ولكن بمشيئة الله وبالقدرة ديالو كيف ما الله عطاك هذا الحمل هذا أختي، إلا كنتي كتشوفي الفيديو ديالي فأكيد إن شاء الله ربي غيسر الأمور ديالك، وغادي يكمل الحمل ديالك وهو في صحة جيدة. فقط اللي عليك أنك تمشي للطبيب، تبقاي مراقبة مع الطبيب ديالك، لأن بالفعل يعني ملي تواصلت معايا حسيت بأنها مقلقة ومتوترة، بغات تعطيكم الوصفة وبغاتكم تدعيو معاها بطبيعة الحال، إن شاء الله يا ربي يثبت الحمل ديالها، وأكيد إن شاء الله جميع الأخوات اللي كيشوفوا القناة ديالي غادي يدعيو معاك، وإن شاء الله غتشوفي الجنين ديالك وهو في أتم الصحة. هاد الوصفة هذه اللي في هذا الفيديو وصفة قوية إن شاء الله، وصفة مجربة من هاد الأخت هذه، وبالفعل عالجت لها مختلف المشاكل. كان عندها ضعف بطانة الرحم، يعني البطانة ديال الرحم اللي كتكون ضعيفة فكتبدا تنزف ما بين الدورات، وهذا الأمر هذا كيقدروا يشعروا به معظم السيدات اللي عندهم هاد المشكل هذا. وكذلك ضعف بطانة الرحم كتخلي البويضة ما كتنغارش في جدار الرحم، وبالتالي واخا كتكون البويضة جيدة كبيرة في الحجم تلقحات وحصل الحمل، من بعد من اللي كتجي تنغارس في جدار الرحم فما كتثبتش وما كيحصلش الحمل، وهذا هو المشكل اللي كان عند هاد الأخت هذه. وبطبيعة الحال هاد الوصفة هذه تهي علاج ممتاز للتكيسات، لكذلك انسداد الأنابيب اللي كيكون انسداد جزئي، فممكن هذه الوصفة هذه تعالجوا إن شاء الله، فهي فيها بزاف ديال الامتيازات، بزاف الفوائد، معظم المشاكل متعلقة بالعقم وتأخر الإنجاب. والسبب الرئيسي اللي كيخلي ترقق في بطانة الرحم وهو نقص الهرمونات الأنثوية، يعني الهرمونات الأنثوية اللي كتشمل الأستروجين والبروجستيرون كيكون فيها نوعا ما نقص، بطبيعة الحال كيؤدي إلى ترقق في بطانة الرحم، كيؤدي كذلك إلى نزيف ما بين الدورات. سيدات اللي تقدموا في السن اللي انقطعت عليهم الطمث أو قربت انقطع عليهم الدورة، فغادي يحسوا بهذا الترقق هذا في بطانة الرحم، وبالتالي غيبقى عندهم الحمل متأخر. كاين بعض الأدوية اللي كتقدر أنها تسبب هذا المشكل هذا، سيدات اللي تناولوا حبوب منع الحمل يعني بواحد الصورة كبيرة بزاف ممكن أنها تسبب ترقق في بطانة الرحم. سيدات كذلك اللي كيتناولوا أدوية بشكل غير صحيح مثل الكلوموفين اللي هو دواء لتنشيط التبويض، كيسبب ترقق في بطانة الرحم. السيدات اللي عندهم بطانة رحم من الأصل يعني فيها هذا المشكل، فأكيد أنها غيكون عندهم هذا المشكل ديال تأخر الإنجاب. نقص تدفق الدم الى بطانة الرحم، كيف ما كنعرفوا بان الدم كيوصل انسجة الرحم وكيزيد من السمك ديالها، عند حدوث نقص في تدفق الدم فانه يعمل على عدم نمو بطانة الرحم بشكل سليم، وبالتالي كيقدر يوقع ترقق لهاد البطانة هذه. بطبيعة الحال من ضمن الاعراض اللي ممكن تشعر بهم سيدة اللي عندها ضعف بطانة الرحم، عدم انتظام الدورة الشهرية، العقم او تأخر الحمل، الحيض المؤلم او غير المنتظم، يعني ممكن يعني السيدة تشعر بهذه الأعراض هذه، وممكن أنها ما تحش بها بالمرة ويكون عندها هذا المشكل هو اللي مأخر لها الإنجاب. والسيدات كذلك اللي كتجيهم الدورة عدد الأيام ديالها قليلة بزاف، فهنا تاهما كيقدوا يشكوا في أن عندهم هذا المشكل هذا، لأن كيف ما كنعرفوا دم الدورة كيكون عبارة عن سلاخ لبطانة الرحم، ملي كيكون واحد ترقق في البطانة فكتدل على أن السيدة ما غتنزلش لها الدورة بشكل صحيح، غادي تنزل بشكل خفيف بزاف، وبالتالي احتمال يعني أن يكون عندها هذا المشكل. السيدات اللي كيحدث معهم إجهاد متكرر بطبيعة الحال أو إجهادات سابقة، ممكن يكون هذا هو السبب، فضروري الطبيب كيعطيك واحد المثبت، واحد الهرمون بديل اللي هو هرمون البروجستيرون، باش يدعم لك بطانة الرحم باش يبقى الجنين عالق في ديك البطانة وما يسقطش وما يحدثش إجهاد لا قدر الله.
كاين مجموعة من الوصفات ومن ضمنهم هذه الوصفة، هذه الوصفة القوية إن شاء الله اللي ممكن تعالج لك هذا المشكل هذا، بالإضافة إلى بعض الأطعمة اللي كتكون مهمة وضرورية باش كتدعم بطانة الرحم وكتبقى في صحة وفي جودة، باش كتخلي البويضة يعني تلصق فيها وحدة الحمل. اذا غادي تحاولي انك تاخذي 3 تمرات، غادي تملئيهم بالزعفران اللي كيكون الحر بطبيعه الحال. شعيره الزعفران راه مهمه ان شاء الله لحدوث الحمل، الاستعمال ديالو غيكون رائع جدا وممكن انه يسبب لك في حدوث الحمل بسرعه. بطبيعه الحال غادي تاخذي 3 تمرات، يكون يعني ماشي داك بطبيعه الحال السيده اللي معنا بما انها عندها مرض السكري فكانت كتناول 3 تمرات من داك النوع اللي ماشي حلو بزاف، يعني النوع اللي كيكون ماشي رطب بزاف، هذاك هو النوع اللي كانت كتعتمد عليه. وبما ان الوصفه مده 3 ايام فان شاء الله ما عندها حتى شي تاثير على السكري ديالها، وان شاء الله يعني حدث معها الحمل وما شاء الله تمت الوصفه بنجاح وكانت عندها تاثير الايجابي. السيدات اللي ما عندهمش مرض مزمن او مرض سكري يحاولوا انهم يتناولوا التمر الرطب، لان التمر الرطب هو معروف بالفوائد ديالو في علاج مختلف المشاكل المتعلقه بالرحم. 3 تمرات غادي تحاولي ان ديري فيهم الزعفران، شعيره الزعفران بطبيعه الحال، هذوك الشعيرات هما اللي غادي يتلقوا في داك التمر وغيعطيو الفوائد ديالو. مباشره من بعد ما جاتك الدوره الشهريه 3 ايام الاولى ما غديري فيها حتى شي حاجه، 3 ايام الثانية يعني مثلا جاتك الدورة اليوم غتحسبي 3 ايام، في اليوم الثالث غتبداي الوصفة ديالك وغتستعمليها 3 ايام بشكل منتظم. اذا 3 ايام بعد قدوم الدورة غادي تبداي الوصفة ديالك مدة 3 ايام، وان شاء الله تكون الوصفة القوية المعجزة اللي غادي تحقق لك حلم الامومة. 3 ايام على الريق وانت كتناولي 3 تمرات في اليوم، بطبيعة الحال العدد فردي لان هذا هو المبتغى ديالنا، لان التمر بالعدد ديالو الفردي فكيعطي الفوائد ديالو اكثر، وان شاء الله يكون حدوث الحمل بشكل سريع. هذه الوصفة هذه الفوائد ديالها انها غتحل لك المشاكل اللي كتكون من برد في الرحم، من ضعف التبويض، من ترقق بطانة الرحم، وغادي تعالج لك يعني ضعف البويضات اللي كتكون غير قابلة انها تلقح وحدة الحمل. كاين بعض الأطعمة المفيدة للرحم، منها الأطعمة اللي كتحتوي على الألياف، كتري منها مثل الفواكه، الخضروات، البقوليات، الحبوب الكاملة، وكذلك الأطعمة الغنية بالحديد، أمثلة على ذلك الخضروات الورقية الداكنة، البروكولي، الفاصوليا، الحبوب المدعمة، المكسرات والبذور. كاين كذلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، منها الخضروات، الفواكه الملونة مثل البرتقال، مثل الشوكولاتة الداكنة، السبانخ، الشمندر، وكذلك الفواكه الطازجة اللي يعني موسمية ممكن أنك تناولها، بالإضافة إلى الخضروات، الجرجير، البروكولي، الملفوف، القرنبيط، وكذلك أوراق اللفت. الأطعمة كذلك الغنية بأوميغا 3 مهمة بزاف، يعني سواء كنت كتناولي السمك او ما كتناوليهش بواحد الصوره منتظمه، السردين حتى هو مهم بزاف، حاولي انك تحصلي على الاوميغا 3 من المكملات الغذائيه، فهي مهمه وضروريه لصحه وجوده البويضات وتدعيم بطانه الرحم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناه. الى كنتي متتبعه جديده معايا في هذه القناه وعجبك المحتوى ما تردديش انك تشاركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش ديما توصلي بجديد القناة. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.